دفن محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر في 5 صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة بعد أقل من 24 ساعة على وفاته حسب ما كشف محاميه عبد المنعم عبد المقصود. وقال أحمد مرسي في صفحته على الفيسبوك ليوم الثلاثاء إن والده دفن في مقبرة مرشدي جماعة الإخوان المسلمين في إحدى ضواحي القاهرة، وأضاف أن الدفن تم بحضور أسرته في ضاحية مدينة نصر لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة في محافظة الشرقية. وبدوره أوضح عبد المقصود رئيس الفريق القانوني لمرسي الذي حضر مراسيم الدفن أنه تم دفن مرسي بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة. وأشار إلى أن أسرة مرسي حضرت مراسيم الدفن فيما لم يتمكن مناصر مرسي من الحضور، وأوضح أن السلطات سمحت لأسامة مرسي نجله المحبوس حاليا بحضور مراسيم الدفن وكذلك زوجته وأولاده وشقيقين لمرسي. وأكد عبد المقصود أنه وأفراد الأسرة أتموا صلاتي فجر الثلاثاء والجنازة على جثمان مرسي بمسجد سجن ليمان طرد جنوبي القاهرة قبل أن تنتقل سيارة تحمل جثمان برفقة زوجته ونجله إلى المقابر شرقي العاصمة. وأشار إلى أن الأسرة جلست قرابة 3 ساعات في مستشفى السجن ليمان طرى حيث كان يرقد جثمان مرسي وحضرت مراسيم الغسل والجنازة. وأوضح أنه وهو والأسرة شاركوا في حضور مراسيم الدفن وتم دفن مرسي بجوار مقبرة المرشد السابق للإخوان محمد مهدي عاكف الذي توفي في سبتمبر 2017 متأثرا بمرضه أيضا. وشهدت مراسيم الدفن شرقي القاهرة تواجدا أمنيا مشددا وسط غياب كامل لمناصريه نظرا لظروف الأمنية. وأوضح المصدر ذاته أن مراسيم الجنازة استغرقت قرابة ساعة.